هذا يدل على شيء انه احنا ماهيش معنا نخمو في الفلوس، نخمو كان في الدراب ونخدموا باش نعملوا نتيجه. ان شاء الله اخويا يعطيكم الصحه. اليوم عملنا نتيجه، كل شيء تو يجيب تبيع. شرفتونا اكيد. شنو حكيت مسعود وزيد وبرونو فرنانديز؟ والله انا كنت ما كنتش نعرف الحقيقه. بالحق هذاك اللي قلت له ما نعرفوش برونو فرنانديز. والله انا بالرسمي علاش باش نكذب عليه؟ ما نعرفوش. نتصور هذا ما لقاتش فيه تاع كيفاش ما يعرفنيش. اما بالرسمي انا ماني قلت لك ما نتبعش كول. ما كنتش نعرف. وما بعد كي شفت الباجيت، شفت تصويرته بعد برشا باجيت. ايه انا وياه ومتاقين ماشي حتى عالميه. ايه فما برشا فما واحدة فيري في وعندها ملين كتبت لي في كومنتير رجع لمانشستر يونايتد. بعد اكيد بعد شفت تصوير برونو فرنانديز. شكون جبال اكثر وزيد ولا هو اليوم اكثر ولا تعرف اليوم؟ اليوم نعرف. كان يسمع فينا اليوم شنو تحب تقول له برونو فرنانديز؟ تغش منك برشا بعد ما قلت التصريح هذاك. ما عندي بين نقول له هو انا خليل وهو برونو على روحه. واضح. معناها ما نجمش تكون باهي. سيف شنو لازم نعمله مع خليل؟ اكيد عندنا اهم حاجه باريس 2024 باش ما يصيروش كيما صار له سامر، هاي صار له برشا مشاكل سامر وسلاتي، لازم نستحفظوا على خليل بصراحه. باهي بالنسبه لوسام ان شاء الله كجبتني وسام، وسام ان شاء الله مش يرجع على قريب، وكان في استقبال خليل والبارح قعدنا حتى مع بعضنا وحكينا بالقدا، وان شاء الله بالحق معناها وسام مش يرجع احسن من قبل. بالنسبه لخليل يلزموا معناها احاطه، لازم اللي احنا معناها هذاك دورنا مش نقوموا به ان شاء الله باللازم، احنا كاطار فني معناها يلزمنا نكون فما احاطه اللازمه، وان شاء الله عندنا بطوله عالم اللي هي الهدف الاول ان شاء الله. معناها خليل تو مطالب كان بالميداليه الذهبيه يعني الحقيقه، يعني مش تحطلوش بريسيون عليه هذه، مش بريسيون خاطر هو يعرف المستوى نتاعو وشاف المستوى نتاعو في الالعاب الاولمبيه، وقبل حتى الالعاب الاولمبيه احنا قبل كي نحكيو معاه معناها حتى كي نفسروا لك احنا نعرفوش نحكيو معاك، وهو كان شاف النيفو نتاعو في الالعاب الاولمبيه. دونك ان شاء الله معناها توفر له سلطه الاشراف واللجنه الاولمبيه معناها اللازم الكل، وبحول الله ما يلقاو كان معناها كان النتائج ان شاء الله. خليل باش تقعد التوانسه في القادم وخاصه في الالعاب الاولمبيه الجاي؟ انا نحب نقعد التوانسه ونحب نقعد روحي، مش نقعد روحي معناها هذه حاجه كما قلنا احنا هدف فاخر، مش معناتها الجوز الاولمبيك هذه وسي بون معناها. مازلت صغير ومازلت باش نعطي برشا لتونس، مش معناتها حتى الجوز الاولمبيك نستناو الجاي واللي بعدها ان شاء الله. دوز جوز اولمبيك اخرين عندنا زاد دي شامبيون دي موند، مازلت ما لعبتش في حتى شامبيون دي موند، اول العام الجاي ان شاء الله عندنا شامبيون دي موند ان شاء الله يا ربي، اكثر من ميداليه اولمبيه اخرى واكثر من ميداليه توعدنا بالذهب ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. والايطالي ماذا بها تنتقم منه ان شاء الله، متسلفه مردود ان شاء الله. سيف قبل ما تفكر تو قبل ما نختم، غالي كنت واخو في خاطرك منا شويه ولا لا؟ مش ماخو في خاطرك معناه في خاطري منكم، لكن ما عارش معناه خاطر صارت في موضوع متعلق بدخلوا معنا لعبة تايكواندو اكرام الظاهري، كانت قالت كلام بخصوص تدخيل بعض المشروبات من خارج ما عجبكش شويه، ما عرفتش انت كان كلمتني وقتها كنت نعطيك اكيد حق رد، لكن ما اتصلتش بيا وقتها، ما يصيرش كان تحب نوضح الحكايه حتى اليوم. بالنسبه للموضوع هذاك معناه الموضوع هذاك طرح حتى في القضاء واحد، واللي عنده حق طوي ياخذه. بالنسبه اللي كنتي معناها كانت نجم تكون وقتها كنت تتصل بالطرفين وتسمع الناس الكل، كيف كيف انت ولا اللي طرح الموضوع معناها كان فما موضوع كما تسمع من الطرفين يعني مش من واحد بركه، لكن احنا نعرفوا روحنا. انا قبل ما نكون معناها مدرب، انا بطل العالم ولاعب سابق وعشر سنين في المنتخب وتو مدرب وطني، والحمد لله حتى كمدرب قاعد نثبت اللي انا مدرب معناها من تينة الكبار، والمواضيع هذيك نتجاوزوها خاطر اي واحد راه في معناها في البوست هذه راه مش يتعرض للنقد وتعرض لبرشا حاجات. وبالنسبه للي زطلات معناها اللي طلعوا وحكاوا ولا حاجه هذيك معناها فيهم شكون صحابي واخواتي معناها وترناو معايا وصحابي بالقدا يعني، ربي يهدي اللي كان سبب معناها وخدم بهم ودخلهم في الحاجات هذه. علاش قال الكلام هذاك سيف وقت؟ شوف انت تعرف جامعتنا تمر برشا معناها فتره نتاع انتخابات وحملات انتخابيه، البعض معناه انت تعرف مدرب راه ما يحبوش الناس الكل، مدرب مش راضين عليه الناس الكل، وفما مدرب يحب يشد بلاصتو، وفما لاعب ما يحبوش المدرب هذاك معناه ما يحبش المدرب هذاك خاطر ما فكش بلاصتو، وتعرف احنا عندنا كونكورنس كبيره، دونك معناه نترفعوا احنا على الحاجه هذه، حتى كان رياضي يغلط ولا حاجه احنا كان انت عندك فكره اللعبه كرام راهي تدرب تو، فهمت؟ احنا معناه ما نكونوش قاسيين على اولادنا،
علاقتك بها كيفاش؟ علاقتي بها جيدة اليوم بركة، أمها كلمتني وهي تكلمني. ندمت على الكلام اللي قالته ولا؟ ندمت ما ندمتش، هذيك بينها وبين روحها، لكن احنا معناها قلوبنا صافية، وبالعكس معناها حتى اللي يغلط نحاول نصلحه. علاش ما شفناش بنات صيف في الأولمبياد فكرتني هلا؟ عنا رحمة كانت شاركت في الأولمبياد اللي فات. اي رحمة كانت شاركت، رحمة تو تخدم في قطر. اي. كانت عندنا شيماء تومي، ما عادش معناتها رحمة، ما عادش مع المنتخب. عندنا شيماء تومي، شيماء لعبه واعده، لعبه بطله، شيماء لو معناها كانت معناها ما جاتش الظروف هذيك، شيماء اللي معناها الحقيقه معناها قالوا ما تستحقش وطفله صغيره ما عرفش شنو مشيتش الكاليفيكاسيون. شيماء كانت نجم تكون متواجده في الاولمبياد، لكن ما فاتها شيء ان شاء الله في 2024 مش تكون متواجده شيماء، وان شاء الله زاد تعمل تتويج ان شاء الله. ان شاء الله يعطيكم الصحه اخويا، شرفتونا اكيد سيف، يعطيكم الصحه وكيف كيف خليل، ان شاء الله مزيد من التتويجات وبالتوفيق. خليكم كلمه الختام تفضل. بالنسبه لي انا في كلمه الختام نحب معناها نشكر خاطر خليل وراه راي برشا ناس وبرشا رجال وبرشا نساء زاده. خليل معناه وراء اطار فني، المكتب الجامعي اللي وثق في خليل وسيد رئيس الجامعه سي محمد غنام، كذلك معنا الإطار الطبي نتاع الجامعة والشبه الطبي أخونا حبيب وأختنا إيمان، بالحق معنا كانت خدمة كبيرة. كيف كيف زاد ما ننساوش إدارة الجامعة اللي بالحق مذكرهم معنا حد ديما اليوم، وبالحق شكون احنا حضرنا الفيزا، شكون يحضرنا الفلوس، شكون يحولنا الفلوس، شكون يمشي للوزارة، لوجيستياتنا كل شيء بالحق معنا إدارة نتاعنا واقفة. يعطيهم الصحة ونقول لهم مبروك علينا. كذلك زاد ما ننساوش ابطال المنتخب اللي نعاود بالحق اصحاب خليل وزملائه، فما شكون حتى في نفس الوزن هو خليل ويعاون ويزم خليل يخدم ويزم خليل يجيب نتيجه، بالحق نحييهم ويعطيهم الصحه، وان شاء الله معناها نراهم الكل ابطال خاطر بالحق عندنا برشا ابطال، ان شاء الله معناها تجيهم الفرصه الناس الكل. ويعطيك الصحة انت خويا على الدعوة، يعطيكم الصحة انتم، ان شاء الله ديما نجيوك بالخير خويا، ان شاء الله باب محلول في كل وقت في اي حاجة تنجموا باب محلول قدامكم اكيد، وهذا اقل واجب. ونستعرف الناس الكل اللي ديما الاعلام قصر مع الرياضات الفردية اليوم اكثر رياضات مشرفينا في تونس. خليل تفضل كلمة الختام. نحب ساعة أول حاجة نهدي الميدالية هذيا للشعب التونسي الكل اللي فرح لي واللي تفرج فيا، العائلة التيكواندو زادة، العباد اللي تعبت معايا وحضرت معايا، فما عباد معناتها عبارة هي باش تمشي تلعب تترينا معايا وتحضر معايا، عبارة معناتها هذا راهو ماشي يلعب ونية صافية، يعطيهم الصحة. فما عباد زادة ماهيش ما كانتش حاضرة معايا في التربصات، ما كانت تبعث لي في مساجات منها كانوا يترانيو، فما عباد زادة ما همش يترانيو، هما ولاد حومتي ديما حاضرين معايا، لي زونترونور نتاعي الكيني.